والآن سننتقل إلى المدير التنفيذي للبرنامج العالمي للغذاء. صباح الخير مساعد الأمين العام. أنا الآن قلبي يدق، نحن نتحدث عن الملف المعني بالغذاء. يعاني المدنيين الأمرين المدنيين غير قادرين على العيش في بيئة مواتية للعيش، هم يعيشون في ظروف قاسية، فالآن في فصل الشتاء هم غير قادرون على الوصول إلى الملاذ الآمن ولا الدفء ولا الملبس. نحن شركاء، نحن نعمل على قدم وساق مع الشركاء، نحن نحاول قدر الإمكان أن نمنع المجاعة. نحن قد قدمنا المساعدات الغذائية في غزة لقرابة 1.3 مليون شخص في غزة، ولكن في الأسابيع الماضية قد انتقل التحدي إلى منحى مختلف وقد زاد العناء كثيرا، ونعلم أنه قد تم قطع العمليات، قد تم قطع المساعدات الإنسانية عن طريق العمليات التي تم عملها في الشمال، وقد كانت هناك الأنشطة الجنائية التي وصلت إلى حد غير مسبوق، والقافلات الغذائية التي لدينا قد تم عرقلتها كامل، وهناك بعض المعابر التي تم غلقها، وأيضا الآن أصبحوا يعانون الأمرين فلا يوجد هناك دقيق. ومنذ يومين قد هناك سيدة وطفلتين قد خسروا حياتهم وهم يتزحمون لأخذ المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة لهم. الموضوع لا يصدق ولا يمكننا أن نوافق عليه، أن الناس الآن يتم قتلهم أو يصارعون يلاقون حتفهم لأنهم يحاولون أن يأخذوا الغذاء. السيدات والسادة، يجب علينا أن نقوم بإمرار المساعدات الإنسانية بالطريقة الكافية. لدينا مهمة وهو إيصال المساعدات لقطاع غزة، وأن يكون هناك دعم لوجستي لكل المنظمات الإنسانية التي تلعب دورا بارز من أجل مساعدتهم، وكذلك أهمية خلق منصات لوجستية وجسور هوائية وعبر الجو من أجل دعم إيصال المساعدات الإنسانية. أريد أن أقول أن الموضوع بات كارثي، وهناك مخاطر كبيرة التي تصل إلى حد المجاعات القريبة. يجب أن يكون هناك تحول كامل في مسار هذه الحرب. نحتاج أن نبلغ وقف إطلاق النار فوري وعاجل. نحتاج أن لا يكون هناك عرقلة للمساعدات الإنسانية من جانب السلطات الإسرائيلية، ونريد أن يكون هناك حلول شاملة، وأن يكون هناك عدم تفعيل لكافة القدرات العسكرية على الحدود. نحن نحتاج لهذا بطريقة ماسة. نحن نحتاج أن يكون هناك حلول آمنة من أجل إيصال المساعدات. لا يمكننا استخدام سلاح المجاعات كآلة للتجويع. السيدات والسادة، إذا ما فشلنا في تغيير الوضع الحالي سوف يتم تدمير غزة بطريقة كاملة. الشعب في غزة الآن يعولون عليكم، على الدول الأعضاء، من أجل اتخاذ خطوات ملموسة. شكرا لكم.